التحية لكل مشاهدينا وين ما كانوا، أهلا ومرحبا بكم عبر قناة الشروق الفضائية برنامج مطبخ الشروق. مرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة، أكيد تحيانا لكم جميعا. أحمد مرحبتين، شيف آية حبكم أهلا بك. مرحبا بك سام معنا من جديد في برنامجنا مطبخ الشروق. مرحبا بك شيف آية. مرحبا بك يا أحمد، أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنعمل كوسة باللبن وهنعمل طاجن اللحمة. أيوة نشوف هنعملهم إزاي. أنت شايف أي طواجن دي مالكة يا ركبة؟ كتير بحب الطواجن. أصل الطاجن ده بيدي طعم ونكهة للأكل خطيرة. أيوة يعني بيدي حتى الخضار، لو عملنا طاجن خضار بس عملناه في طاجن يستوي في الطاجن بيدي طعم بياخده في حتة تانية. طيب إحنا هنقوم هنشوف مع بعض كلنا الطواجن وأشكالها وأنواع وتفاصيلها اللذيذة. هنطلع فاصل ونرجع لفاصل من جديد. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل مع شفنا آية. يلا نواصل يا شفاية. يلا بينا نشوف حلقتنا لليوم فيها وصفة شنو جديدة. هنحط الطاسة تسخن وهنحط شوية زيت ونحضر الخضار بقى اللي احنا هنستخدمه. انا بحط زيت بسيط قوي يا جماعة. هستخدم بصل، اللحمة متقطعة مكعبات صغيرة فأنا هقطع البصل برضو مكعبات. هقطع مكعبات كبيرة شوية. الأكلة سهلة قوي وتتعمل بسهولة جدا، وهي كل حاجة هتتحط في الطاسة نشوحها وبعد كده ندخلها في الطاجن. عشان ايه؟ احنا عارفين طبعا مدى عشقي للطواجن. ايوه هناخد نص جزرايه هقطعها برضو مكعبات. طبعا يا اخوانا شيف آية مشهوره بالاكل المصري والطواجن والفلفل الحار. ايوه الفلفل الحار. هحط اللحمه هحطها كلها. هحط على اللحمة رشة ملح. طبعا عارفين كالعادة اللحمة حطيناها في الزيت السخن. الصدمة شاطر. نسيت المرة دي انت تقلين فانا خلاص حفظتها. ايوة ده ورق كرفس برضو هقطعه. شيف برضو سؤال، كان برضو في حلقة فيها ورق الكرفس، البديل له شنو لو ملقينه وما توفر عندنا في الخضار او السوبر ماركت؟ الكرات هو مش بديل لي. أيوة. بس هيديني برضه طعم حلو. الكرات، البصل الاخضر. ايوه ده البصل الابيض اخره هو. لا لا ده ورق كرات. اوكي ده الشبيه اللي بيبقى في اخر البصل الاخضر. فلو ما لقيناه ممكن نستخدم ده عادي. ممكن نستخدم ده. ممكن نستخدم الكرات عادي، مش ممكن نستخدم فرق كرفس عادي مش ورق. أوكي. كده اللحمه هقلبها. بس هو بيدي طعم حلو قوي في الاكل. هحط البصل وهنقلبه شويه وهحط مع البصل جنزبيل. ده جنزبيل فريش. جنزبيل فريش بيدي طعم حلو قوي. حطيت تقريبا نص معلقه مفرومه وهحط الجزر عشان الجزر بياخد وقت شويه. وعندي حته دهنه علشان تدي طعم ونكهه.
اللي احنا دايما نقول لها شحم شحم اللحمه شحم اللحمه ايوه فيلا دي حته شحمه عشان تدينا زيت لانه طبعا عارفين انه الشحم في اللحوم ده زيت طبيعي منها معلقه بهارات حلبيه وهحط فصين ثوم مفروم بدات الريحه تطلع هنحط معلقه سميد معلقه زبده ومعلقه بابريكا هنقلبهم السميد بيدي مزازه في الاكل السماق ده شنو يا شيخ ممكن توضح للسادة المشاهدين عبارة عن شنو هو سماق هو توابل اسمها توابل اسمها بتبقى مززة شوية اوكي انا صراحة اول مرة اسمع بيها اول مرة كده مش في حتة لحمة وقعت هنا هنشيلها عادي جدا مش هنقول البديل ليها الليمون بس ممكن احط سنة ليمون لان هي فيها نفس مزازة الليمون ممكن احط سنة ليمون ونقطة خل فهو بهار يعني بدي احساس الحموضة بتاعت الليمون احساس اللزعة بتاعت الليمون اوكي وهنحط رشة قرفة بسيطة قوي طبعا زي ما قلنا ان القرفة بتعزز النكهة وهحط كوبايتين مية يا دوبك توصل على طرف اللحمة هنسيبها تغلي شوية نحط معلقه ملح نص معلقه فلفل اسود هنقطع طماطميه نحط الاول ورق القرفس هنقطع الطماطم مكعبات كبيره عشان الطماطم عبال ما اللحمه ما تستوي هتكون الطماطم اتهرت عشان كده انا هحطها كبيره عشان تكون قاعده مع عشان تكون بالظبط وهحط نص معلقه دقيق بس لازم احطها كده بالراحه عشان ما تكلكعش ليه ما معلقه الدقيق دي يا شيف؟ عشان تمسك الصوص يعمله لي صوص تقيل شويه وحطيته وهو ني علشان لما بحط الدقيق على الصوص وهو ني فبيقعد بياخد وقت شويه عبال ما يمسك ويعمل لي صوص تقيل يعني لو كنت عملته بره زي البشاميل كان هيمسك في ساعتها وانا عايزاه ياخد وقت لحد ما اللحمه ما تستوي في نفس الوقت الطحين نفسه انجز مع الصوص بالظبط هنجيب الطاجن هي دوب بس ايه تسخن كده تشغل الفرن هنحطه في الفرن اول ربع ساعة على درجة حرارة 200 وبعد كده هنقلل درجة الحرارة لحد ما يستوي شفت اسهل من كده؟ لا قبل ما تدخل الفرن ريحتها حلوة هي لو كانت اللحمة مستوية كنت قلت لك دوق بس هو للأسف يلا بعد ما تستوي مش هينفع دلوقتي في الأول على درجة حرارة 200 بعد ده ممكن نقلل لحد كم مثلا يا شيف؟ نقلل لحد 180 هنعمل بقى وصفة حلوة قوي الكوسة بلبن اول حاجه احنا معانا لحمه متعصجه اللحمه عصرناها ازاي حطينا اللحمه على الطاسه سخنه خدت صدمه من الناحيتين وبعدين حطينا عليها البصل وحطينا ملح وفلفل وبهارات حلبيه ورشه كزبره وسبناها تبرد علشان نقدر نحشيها انا هاخدها اهي اللحمه بعد ما بردت خالص تاخد وحدتين عين جمل هقطعهم فيها قصرهم كده صغير فيها وبعدين ممكن نحط زبيب زبيب بيبقى حلو قوي مع اللحمه هنحط هنا شويه زيت
وهناخد الكوسة هي متقورة هنحشيها، اللحمة اللي بالعين الجمل. يعني احنا لو كنا عاملين حاجة او وصفة بلحمة ممكن منها احنا نعمل الوصفة بالظبط. بالظبط ممكن نشيل اللحمة كده بنكون نوعنا في نفس الوقت استفدنا من الحاجة بالزبط. عملنا كذا حاجة بالظبط وفرنا دي اهم حاجة بالظبط. ممكن نحشيها مشروم حلو. طيب نفس اللحمة بالظبط، نقطع المشروم صغير فممكن برضه بديل يعني بالظبط. المشروم يتقطع صغير ويتعمل بنفس الطريقة بنفس التوابل ويتحشي بيها برضو تبقى حلوة قوي برضو موفرة موفرة أهم حاجة التوفير. نحشيها قبل ما الطاسة ما تسخن وريحة الطاجن بدأت تطلع. ممكن برضه اعمل فيها رز تبقى زي المحشي؟ في طبعا هي الكوسة اصلا بتعمل محشي. انا انت عارفه لما شفتها في الاول كنت فاكره هتعمل محشي. لا ممكن كمان في ناس بتحشيها لحمه مع رز. اوكي ما زي المحشي انها هتعمل لحمه ورز مع بعض. ممكن برا ممكن ايه؟ ممكن لوحدها يعني برا. طبعا الكوسة من الحاجات المفيدة جدا ومقوية لعضلة القلب ويعني هنحطها سخنة في الطاسة السخنة كده عشان تاخد لون من بره وفي نفس الوقت تطرى شويه عشان ما تاخدش وقت في السوا. كده كده الكوسه من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في السوا خالص. ممكن نحضر الصوص اللي هنعمله. هجيب الكوسه تنجي شويه لحد ما الكوسه ما تعمل. هناخد معلقتين طحينة معلقتين مش مليانين قوي ومعلقة دقيق مع كوباية زبادي كوباية كبيرة من الزبادي وهنقلبهم حلو. بعدين هزود لبن كوباية لبن كوسة بدأت تاخد لون كوسة بدأت تاخد لون حلو قوي اهو. هقلبها على الناحية التانية. هديها رشة ملح ورشة فلفل ونقلب الصوص بتاعنا. احنا اصلا كده كده اللحمة مبهرينها ومثبتينها جاهزة بالظبط. بالظبط عشان كده انا مش هتبل هنا اي حاجة خالص او يعني هتبقى تتبيلة بسيطة اوي. احط فص توم ورشة كزبرة بسيطة بس اوي تديني نكهة. وهنا هحط شوية مية وهحط في المية شوية ملح وشوية فلفل عشان المية دي هاخد منها ازود على الصوص اللي احنا بنعمله ده. هنقله بقى على العين التانية واعمل الصوص هنا. حسين بقى تبقى تاخد شوية سوا بس. ليه يا شيف عملت فيها مويه كبيت فيها مويه؟ عشان تستوي عشان تستوي شوية لاني
انا عايزه اكمل سواها في اللبن ده على النار علشان ما يفصلش لو قاعد يغلي معاها كتير، وفي نفس الوقت الشوربه اللي هتتعمل منها انا هزود منها هنا. يعني لازم المويه ده عشان هنستفيد منها في الصوص وفي نفس الوقت بالظبط ما تقطع علينا اللبن. بالظبط خطوة المويه دي خطوة مهمة. هنزل بالخلطة دي هنا. ولازم افضل اقلب علشان في دقيق طبعا وفي طحينة فمكة الكعش. هحط لها في الاخر شوية كريمة، الكريمة دي اختياري مش لازم ان انا احط كريمة بس هتديني طعم اقوى، فممكن نحطه ممكن ما نحطوش. ممكن احط هنا عود كرفس علشان يديني نكهة وفي الاخر هشيله. بفضل اقلب فيها. هنا الكوسة، الكوسة من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا خالص فلازم ابقى واخدة بالي منها عشان ما تتهريش. اصلا طبيعتها لينة ما بتاخدش وقت خالص في السوا. وهنحط في الاخر بقى شوية نعناع ناشف بس في الاخر خالص. انا حاسة بيها بدأت تمسك معايا، هسوي الكوسة هنا نص سوا وبعد كده اكمل سواها هنا. بدأت دي تتقل معايا، هوطي عليها عشان زي ما قلنا ما تكلكعش. وهبدأ اخد من الشوربة اللي معمولة هنا في الكوسة انزل بيها شوية بشوية عشان تفك معايا. وكده احنا ممكن ننزل بالكوسة بقى هنا. هنحط شوية تاني بس اقلب الصوص قبل ما احط الكوسة عشان هو هيتقل تاني. الشوربة خد قد ايش برضه ما المفروض نكترها صح عشان الصوص ما يسيب. ايوه بالظبط عشان ما يبقاش لازم وانا بحطه يبقى بشوية بشوية علشان الصوص ما يفكش معايا خالص. هنحطها هنا وهنسيبها على النار تقريبا 10 دقايق تاني وبعد كده هنشيلها علشان هندخلها الفرن. بس هنسيبها هنا، هنسيبها في الكرفس طلع لوحده نخليه شوية. هنسيبها هنا على النار شوية تغلي 10 دقايق تقريبا وبعدين نشيلها ندخلها الفرن. نطلع فاصل. نطلع فاصل ازاي مشاهدين؟ فاصل ونواصل، خليكم قريب. مشاهدينا الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما عودناكم عندنا في كل حلقه ضيف شيف. الليله شيف عاير، شوف ضيفنا منو؟
معانا شيف محمد جعفري. ازيك شيف؟ ازيك شيف؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. الله يرحمك. ازيك يا شيف؟ رمضان كريم. تمام، رمضان كريم على الشعب العربي كله. الله يخليك. عامل لنا ايه النهارده يا شيف؟ هنعمل النهارده ابيتايزر سوري، هي البطاطا الحاره. هنعمل البطاطس النهارده بطريقه جديده شويه، هنعملها بقشرها. تمام. عشان البطاطس القشر بتاعها فيه فيتامين وفيه مضادات اكسده. حلو. تمام. هنستخدم النهارده فلفل سبايسي. تمام. وهنستخدم عصير ليمون، كزبره خضراء. تمام. وهنعمل طشه كده بالثوم والكزبره، وهننزل كده البطاطس بعد ما يقليها في الزيت. حلو. انا سخنت لك الزيت اهو. انا مش هعمل حاجه، احنا هساعدك بس. تمام. اول حاجه هنصفي البطاطس من الميه. تمام. وهننزلها في الزيت. تمام. زي ما احنا عارفين ان اي حاجة فيها مواد مضادة للأكسدة هي بتكون واقية من السلطان. ربنا يحفظنا جميعا. اللهم امين يا رب. يعني دي زي البطاطس اللي بتكون بقشرتها بالكل بقشر بتاعها، بس بتبقى سبايسي شوية. دي طبعا معانا شفايا بتحب السبايسي. لا لا، الحلقه دي حلقه دي صح. الحلقه اللي فاتت ما عملتلكش حاجه سبايسي. ما عملتلكش حاجه سبايسي. شيف جعفري النهارده قرر ياكلني اللي انا بحبه. سلم ايدك. هنقليها تماما في الزيت صح؟ هنقليها كلها في الزيت. تمام. للاخر خالص، وبعد كده هنعمل لها الفلفل بتاعها والثوم. تمام. في طاسه بقى. ماشي. هتعمل الطشه دلوقتي ولا هتعمل الخلطه؟ ممكن نقطع الفلفل ونجهزه. تمام. السكينه. اتفضل. طيب يا شيف، بالنسبه للناس اللي ما بتحب السبايسي ممكن نستغنى عن الفلفل ونحط هريسه حلوه بدل الهريسه السبايسي، اللي هو الفلفل الحلو المعجون. الفلفل المعجون ونحط فلفل اخضر عادي. بالظبط. حلو. طيب عشان بس الفلفل طبعا الحته دي احنا قلنا قبل كده هي بتمرر الفلفل، فيفضل انها تتشال. احنا جايين برضو النهارده من المطبخ السوري، فبنحاول كده ننوع شويه في الاكلات. طار فيها خالص كانه مفروم كده، يعني مش قوي، يعني جوليان مثلا او باين. يعني جوليان مش ممكن يتضرب في الخلاط ولا ما يفضلش؟ يعني كده بيبقى طعمه باين اكتر وظاهر الفليفر بتاعه. جيب لك بوله. البطاطا الحاره مقبلات تقريبا بتتقدم جنب كل الاكل يعني، وحلو النهارده ان احنا هناكلها بقشرتها عشان ناخد فايدتها، فايده البطاطس. ايوه بالظبط، فايدتها البطاطس في القشر بتاعها. تمام. فيتامين. انا ممكن انقل ده هنا لو انت حابب تعمل الطشه. تمام. ما في شهقه الليله يا شيف؟ ايه؟ ما في شهقه؟ في شهقه؟ هي هتبقى شهقه مش بس في شهقه بقى. مش هنشهق. مش هنعمل خلي الشجرة فين؟ الملوخية. أيوة، أصل هما ليهم عندي شقة، يعني بعد ما عملنا الملوخية نسيت الشقة، فقلت لهم ليكوا عندي شقة. صح، عشان كده أنا بقول لك الليلة في المطبخ السوري ما هتعمل لنا الشقة. لا ممكن شقة. شحجة. شحجة. أيوة. أوكي. بس القواعد الزيت في الطاسة. تمام، أنا ولعت لك عليها. أنا عايز تقلب. وانا معايا البطاطس هنا. اوكي، بس دي تسخن شويه وننزل بالفلفل اول حاجه عشان يطلع الفليفر بتاعه. تمام. كل ما بننزل الخضار او التوابل في زيت سخن بيطلع النكهه بتاعته اكتر، وبنقدر ان احنا ناخد اكتر نكهه ممكنه منه. وبعد الفلفل بتحط فيها توم؟ هحط توم، هحط حوالي 5 جرام توم مفروم. يعني تقريبا نص مع يعني فص. تقريبا فص توم. فص مفروم. الفليفر بس. تمام. وننزل بالسوي الفلفل. بعدين لازم انها ما تكون عاليه صح؟ عشان ما البطاطس ما تتحرك بسرعه. واحنا بنعمل لا لازم تبقى نار عاليه. لازم تبقى نار عاليه. نار عاليه وزيت غزير. اوكي.
عشان تكون عايمه في الزيت. ايوه، لانه لو النار غطيه والزيت مش وصل لدرجه الحراره بالظبط. اوكي، ممكن تشرح لنا موضوع الزيت دوت لما بتكون درجه الحراره على البطاطس قليله ايه اللي بيحصل فيها؟ أيوة، البطاطس اصلا تشرب زيت، تشرب زيت جامد، فبقى تبدا تعمل مشاكل في الجهاز الهضمي بالظبط كده. بقى لازم البطاطس تنزل زيت على زيت سخن بالظبط وغزير علشان ما تشربش زيت. اوكي، لازم نوضح النقطه دي للمشاهد، لانه اغلبيه المشاهدين يقول ان اول لما نيجي يعمل زول طبخه يقول ان الشمايه هتتحرك او الزيت البطاطس ما تتحرك بسرعه او ما تاخد اللون الذهبي او البني. في اكلات معينه ممكن نخلي النار هاديه، لكن البطاطس من الحاجات اللي عايزه زيت درجه حرارته عاليه وزيت كتير وعميق عشان ما تشربش الزيت. حلو، نحط هنا كمان بقى. التوم بيحمر ولا يا دوب بس يشم النار؟ بس يا دوب برضه يطلع الفليفر بتاعه زي الفلفل كده، يعني دهبي تقريبا. جولد كده بس. عايزه حاجه اطلع بيها البطاطس. الله يسترك يا شيخ، الله يسترك. حاجه اطلع بيها البطاطس. كده ممكن بس نقول الكم خد درجه ايه، دهبي شويه، درجه جولد شويه بالظبط. طلع بس الريحه بتاعته والليفر اللي فيه. هننزل بشويه كزبره دراي حوالي 2 جرام، يعني تقريبا نص معلقه. بحس ان انا بقيت واقفه هنا افسر الجرامات لمعاني. بقيت مترجم انا هنا. ايوه تمام قوي كده. هننزل بس ايه حوالي 5 جرام عصير ليمون، تقريبا معلقه كبيره. الكزبره الناشفه لما بتتحط على النار ما بتاخدش وقت خالص، دي حاجه لازم نخلي بالنا منها علشان لو احمرت قوي هتمرر، فلازم نخلي بالنا انه خلاص مجرد ما نزلتها يبقى الليمون جاهز معايا عشان انزل بيه على طول. نبدا بقى ننزل بالهريسه. اللي هي ده عباره عن شنيه شيف؟ الهريسه دي ده المعجون الفلفل الحار، بس احنا لو عايزين بقى نخليها مش سبايسي قوي نبدلها بفلفل حلو. اوكي، ممكن تقول لنا لو حد عايز يعمل الهريسه في البيت يعملها ازاي؟ هو فلفل سبايسي احمر تمام مع زيت وكده، بيضربه في الخلاط وبينكهه بقى ملح وفلفل. ملح وفلفل بتكون زي صلصه كده، ليه تبقى زي الصلصه كده بس معجون شويه، بيدي فليفر سبايسي شويه. طيب برضه في نقطه كنت عايز اسالك فيها، بالنسبه للليمون انت خسيته في النار، في بعض الناس بيقول ان الليمون في النار ممكن يدي مراره. لا احنا بنحط سنه بسيطه بس يطلع برضه ايه النكهه كده، تدي نكهه نكهه بس. اوكي، وبرضه زي ما قلنا ان احنا بنخلي بالنا من الحاجات اللي لما بتقعد على النار بتدي مراره، فبنخلي بالنا منها بحيث ان انا خلاص انا عارف ان انا هحطها وهشيل من على النار زي ما الشيف عمل دلوقتي، رفعها من على النار ونركنها شويه قد ما البطاطس تطلع. نبدا بقى نقلب فيها البطاطس والكزبره الخضراء. هنقطع كزبره ولا ورق زي ما هي؟ بحطها ورق عشان بتدي برضه منظر كويس، بس بتحطها في اخر حاجه خالص عشان ما تتبلش. تمام، البطاطس كده بقت تستوي صح يا شيخ؟ خلاص هي خلاص خلاص خلاص. اوكي، طلعها صح؟ عينها؟ نطلعها؟ نطلعها لك على طول على الصوص ولا ممكن نطلعها وننزلها بقى على عشان تشرب بس ما نديلهاش الزيت اللي طالع منها؟ تمام، عشان ما تبقاش تطلعش الزيت راحة في الصوص عشان ما تبقاش مدهنينه كده بالظبط. اتفضل. نقدر ننزلها على الهريسه بقى والفلفل بتاعنا ونقلبهم في بعض كلهم. تمام، ونحط الكزبره في الفرن زي ما قلنا. طلعتي كلها ريحه الشطه بدات تضرب في المناخير في العين وفي كل حاجه. الليمون كمان مع الشطه بيطلع الريحه بتاعتها الفليفر بتاعها. بعدين بدي التست الحداقه ده كده مع البطاطس هيكون حاجه حلوه. انا بصراحه مش قادره استنى ان انت تخلص، فتسمح لي ادوق. اخد بس حته فلفل. سخنه. انت باصص لي فيها انا عارفه. لا يعني. هحط الكزبره بقى دلوقتي. في الاخر برضه ممكن نحط شويه عليه جرنش. جرنش. زينه وفي نفس الوقت نكهه. بالظبط كده. حلوه قوي قوي. والسبايسي فيها
يعني لا هو عالي قوي فلا انا بحس بيه هنا كده افتر تيست. سلام يعني اسلم ايدك اسلم شكرا. الليمون برضو مزازته كده بحس بيها في الاخر. انا دلوقتي بحس بقى بالحاجات الافتر تيست دي ف حلو. انا مستنيه الحلقه تخلص. وانت عارف انها هتمشي مع الوصفات اللي احنا عاملينها النهارده. ايوه هي احنا عاملين النهارده كوسه باللبن. أيه. وعاملين لحمه مفرومه باللبن برضو. تبقى كويسه جدا فهتبقى حلوه قوي معايا. هي اصلا ابيتايزر يعني سخن ما حلو جدا. بس هحط هنا الليمون كده سكينه. بتعصر عليها الليمون هتتاكل بتبقى. احنا حاطينه سنه ليمون اللي عايز بقى حابب يزود بالظبط كده اختياري بالظبط. تسلم ايدك شيف وبجد حلو قوي قوي. ده كان البطاطا الحاره عملناها النهارده مع الكوسه باللبن اللي في الفرن والكفته اللي في الفرن. هنشوفهم نطلع فاصل ونرجع نشوف اللي في الفرن معانا وصل لايه. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل خليكم قاعدين. طيبين رجعنا لكم بعد الفاصل. نواصل هنطلع الكوسه بقى هنا وممكن ما تدخلش الفرن بس انا بحب ان انا ادخلها الفرن شويه. هي كده كده احمرت وكانت واخده وش يعني بس انا برضو بحب ادخلها الفرن شويه. في واحده هي موجوده هنسيبها عادي من غير الفرن. قوام الصوص كده لو لقيناه تقيل معانا ممكن نزود شويه من الشوربه بس انا شايفه ان قوامه كده حلو جدا. نزل شويه وهندخلها الفرن. مش هتاخد كتير 10 دقايق بس. حلو شغال. نطلع فاصل. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. طيبين رجعنا لكم بعد الفاصل. رجعت معانا الزميله اسراء. مرحبا بك من جديد اسراء نورتينا من تاني. بينورك احمد وبينور رشيد ايا بحييكم كثير وبرضه بينور كل المشاهدين اللي بينضموا للمتابعه. ما شاء الله الاستوديو في طبق واحد ولسه في اطباق كثيره جدا دي كلها فاتتني وانا حابين اتعرف عليها. احنا ده بطاطا حاره كان معانا شيف جعفري عمل لنا البطاطا حاره وعمل لنا البطاطا بالقشر بتاعها عشان فايده البطاطا بتبقى في القشر بتاعها. عملناها ازاي؟ حمرنا البطاطس في زيت سخن وزيت كتير قطعناها مكعبات وبعد كده عمل على النار الفلفل الحامي حطه في زيت على النار وحط الثوم حط ملح وفلفل وحط الهريسه وقلنا ان الناس اللي ما بتحبش تاكل حاجه سبايسي ممكن تبدل الهريسه دي بالفلفل الحلو معجون الفلفل الحلو وتبدل الفلفل الحامي بفلفل اخضر عادي وبعد كده حط الثوم وحط الكزبره وحط سنه ليمون وطلعنا البطاطس من الزيت قلبناها في الخلطه دي حلوه قوي وغرفناها وحطينا عليها ورق البقدونس. ايوه واحنا عملنا الكوسه باللبن
برضو فاتت منكم؟ فاتت كل حاجة. طيب نعرف بيجيبها من الفرن وبعد كده نحكي لك عملنا ايه. والطاجن اهم حاجة الطاجن. ايوه الطاجن لسه. برضو قدمنا مع البطاطس الليمون للناس اللي عايزين برضو حد يبقى فوق. اللي بتحب انها تحديك دايما. شكله جميل جدا. واو رهيب مبالغة. دي البطاطا. البطاطا انا دقت البطاطا كانت حلوة قوي بصراحة. دي الكوسة بلبن. ايوة. في حاجة مختلفة كوسة بلبن. اه اللي هي من ضمن برضو من الاكلات العربية السورية. دي سورية. ايوة. بالظبط. عملنا الكوسة حشيناها لحمة مفرومة متعصبة. وخدنا الكوسة حمرناها على النار في زيت قليل. وبعد كده حطينا عليها مية وحطينا في المية دي ملح وفلفل. أيوة. وسبناها على النار تقريبا 10 دقايق لحد ما الكوسة بدأت تدخل في السوا شوية. عملنا برا على البارد زبادي وطحينة ودقيق وقلبناهم حلو مع لبن. وبعد كده حطيناهم على النار لما بدا يمسك شويه حطينا شوربه من اللي احنا سلقنا فيها الكوسه. ايوه. حطيناها عليها خففناها وبعدين حطينا الكوسه فيها. غليت 5 دقايق وحطيناها في طاجن او صينيه ودخلناها الفرن. في ناس ما بتدخلهاش الفرن بتاكلها على طول من الحله مع رز بشعريه. ايوه. بس انا حبيت انها تدخل تاخد وش كده. وعملنا بقى الطاجن. يا سلام. طيب طاجن البطاطا. احنا برضو قبل اليوم يا اسراء انت كنتي ما موجوده عملنا يا شيف طاجن زي ده الكوسه باللحمه المفرومه المفروشه كان بالبشاميل. دي الليله بالحليب. ايوه. فبرضو فكره انا حضرت الحليب. ما مشكله حد شوفي الحلقه بتاعت ان شاء الله. بعدين يا طلع الصوت والريحه رهيب. حرام عليك. رهيب. حرام عليك يا رهيب. والله فعلا حرام عليك. الطاجن ده كان لحمه شوحناها على النار. ايوه. وبعدين حطينا معاها بصل وجزر وورق كرفس وحطينا ملح وفلفل وسماق. اها. وقلنا ان السماق بيدي مزازة الليمون ممكن نبدله بنقطتين ليمون مش هيدي نفس الطعم بس ممكن. وحطينا جنزبيل فريش وتوم فريش. أيوة. وبعد كده حطينا مكعبات طماطم وجزر وسبناها على النار حطينا معاها ميه غليت غلوتين وحطيناها في الطاجن ودخلناها الفرن خدت تقريبا ساعه الا ربع ودي كانت النتيجه. بعدين يا شيف احنا ناقصنا طبق رز. نعم. النقطه اللي انت قبل قلتها ان الطماطم ضفناها اخر حاجه استيل هسه قاعده كده وبرضه. أيوة. اخذت وش من الفرن فهتكون حاجه كده خرافيه. بالظبط. احنا حطينا الطماطم اخر حاجه علشان الطماطم ما تدوبش. حطيناها كبيره كمان علشان تفضل ماسكه نفسها معايا. نحطها هنا. ثلاث اكلات كل واحده لها طعم مختلف وكل واحده لها طعم الخاص واكيد حتعجب كل المشاهدين. انا هدوق. هتدوق بس دلوقتي عشان هي في الطاجن سخنه نار. نار. خلاص اذا معنا هندوق بعد ما نقفل الحلقه ان شاء الله. كده احنا خلصت حلقتنا النهارده. كان معانا حاجات نتمنى ان هي تكون عجبتكم ونتمنى ان انتم تجربوا الوصفات وتبعتوا تقولوا لنا جربتوها غيرتوا حاجه وطلعت حلوه وابعتوا قولوا لنا. قولوا لنا محتاجيننا نعمل لكم ايه واحنا ان شاء الله هنتابع وهنرد عليكم وهنعمل لكم كل الوصفات اللي انتم محتاجينها. ايوه. بتمنى من كل الساده المشاهدين تفاعلوا معنا عبر رابط قناتنا بتاعت الفيسبوك. ولو في برضو اي حاجه لو في اي وصفه حابين نحن فكره البرنامج انه الشيف تايا توريكم الاكل المصري الاكل السوري دي الفكره فحابين الناس تشارك حابين الناس تتفاعل. وهي الاكل السوداني برضو. ايوه. فده فكره انه ثقافات وشعوب تنوع. ايوه. ما عايزين مطبخ معين فبس كده. تفضل يا اختي يا اسراء. التنوع مهم في الحياة ولا بد على إنه إحنا نأخذ كمية من الوجبات المختلفة العربية. صح. المشكلة في كل الدول العربية نأخذ خبرات أكثر معرفة أكثر عشان نقدر نفيد ونستفيد مع بعض في مطبخ الشروق دائما هو بيلبي لكم كل طلباتكم وكل وجباتكم اللي أنتم بتحبوها. أكيد حنلاقيكم في مطبخ جديد ومشوار جديد لحد ما نتلاقى. مع السلامة.